بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم طبعا بمنتجاتنا الجميلة الرائعة الجذابة في عالم الصحة والجمال، جبت لكم منتج جميل ورائع وغني عن تعريفه، وهو المشط الليزر لإنبات الشعر أو لنمو الشعر. تمام، حابب أعمل لكم عنه ريفيو النهاردة. هو مشط جميل جدا ورائع ويساعد على نمو الشعر. تمام، زي ما انتم طبعا شايفين شكل الكرتونة من الخارج بالشكل الجميل ده، جميع الاتجاهات. تعالوا نشوف شكل المشط من الداخل بيكون شكله ايه ومكوناته وطريقة تشغيله. ده طبعا بيكون شكل المشط من الداخل. يقابلنا طبعا الكتالوج لشرح استخدام المشط. تمام، طبعا بيجي معاه من الداخل بيكون فرشة هدية جميلة جدا، فرشة طبية. تمام، تمشيط الشعر. طبعا القطعة دي هشرحها لكم، طبعا بتتلبس بالطريقة دي في الإيد. تمام، وبتيجي على منطقة الشعر في الرأس اللي هو الخفيف أو كده، بتعمل تدليك بيساعد على تشغيل الدورة الدموية. وبعد طبعا ما بتنتهي من الفترة دي أو بالقطعة دي بتخلص بيها، تبدأ تستخدم المشط. تعالوا نشوف المشط بيكون شكله ايه وطريقة تشغيله بيكون ازاي. هو طبعا بيكون بالشكل الجميل ده. المشط طبعا ده زي ما انتم شايفينه بيشتغل بالبطاريات، البطاريات العادية اللي هي الصغيرة. تمام، بيشتغل بأربع بطاريات. تمام، طبعا ده بيكون زرار الباور، ده بيعمل الأشعة زي ما انتم شايفين. الأشعة دي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، تساعد على انبات الشعر. تمام، والزرار الاون والاوف ده بيعمل هزاز زي ما انتم شايفين او سامعين صوته. ده بيساعد على تشغيل الدورة الدموية، بيساعد على تمشيط الشعر وتنشيطه. تمام، زي ما انتم شايفينه بالشكل الجميل ده. وده بيكون مشط ليزر ملوش اي اضرار صحية، مشط طبي، مشط جميل جدا، مشط غني عن تعريفه. تمام، وطبعا بيجي من الداخل بيجي كمان معاه شنطه جميله جدا، شنطه رائعه بتكون هديه داخل المشط. طبعا تعالوا نشوف الشنطه من الداخل بيكون فيها ايه. طبعا بيكون شكل الشنطه بالشكل الجميل ده، بيكون طبعا مكوناتها زي ما انتم شايفين، بيكون في قصافه اظافر، مقص، مشط، شفرات حلاقه، ملقاط. بيجي معاه مرايه صغيره، بيجي معاه فرشه، الاكسسوارات الشخصيه لكل شاب او كل رجل. تمام، تكون الشنطه بالشكل الجميل الرائع الجذاب ده، ومشط غني عن تعريفه، مشط جميل جدا. تمام، لو انت حابين تستفسروا عن اي شيء عن مشط الليزر بتسيبوا لنا تعليق اسفل الفيديو واحنا بنرد على حضراتكم. تمام، وما تنسوش طبعا تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وجديد. وبيوجد شحن لدينا زي ما قلت لحضراتكم لجميع المحافظات داخل وخارج مصر. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.